يواصل أبو سجاد صاحب مقهى شعبية وسط الناصرية مهنته التي توارثها عن آبائه في إعداد الشاي العراقي منذ أكثر من 30 عاماً. يبدأ عمله في إعداد الشاي منذ الصباح الباكر وحتى منتصف الليل، فليس لشرب الشاي في العراق وقت محدد، بل يرتبط بالحالة المزاجية وطريقة التحضير ونفسية من يعده. بالنسبة لارتباط العراقيين بالشاي، ارتباط قديم هذا، يعني من زمان. يعني تشوف إذا أكو مناسبات هسه، أول ما تبدي باستكان الشاي، يعني استكان الشاي هنا عندنا له قد احترام كلش كبير. يبدي من الخاشوقة، هاي الخاشوقة اللي هي هاي زي لورا، الزبون يذوق بيها، يشوفها خاشوقة نظيفة حلوة، الاستكان حلو نوعيته، هذا استكان صافي، صحن صافي. والنفسيه، النفسيه يجي من تحط الاستكان الشاي يحس بطعمه. ولا يقتصر تعلق العراقيين بالشاي على المقاهي والمجالس الخاصه او المنازل، بل اصبح ركنا من العادات والتقاليد المتوارثه منذ عشرات السنين. يعتبر الشاي الشراب الاول الذي يقدم في مجالس حل النزاعات العشائريه، فلا يشرب الضيوف شايهم إلا بعد قضاء حاجتهم من قبل المضيف. وتوغل الشاي في الذائقة الشعرية والغنائية العراقية، وله أغاني وقصائد قيلت في مدحه وذكر فوائده وآثاره الإيجابية، ودخل أيضا مجالس السياسة والفكر المتحرر حتى سمي بخمرة الثوار وحضارة التفكير وغيرها الكثير من الألقاب. دخول الشاي للعراق يعود إلى 1870 تقريبا في زمن مدحت باشا، يعني بذاك التاريخ، وتناوله العراقيين وتعودوا عليه، يعني بحيث بقى يعني إلى فترات إذا انقطع عنهم يعني يشعرون بالصداع وغيره. هو يعني أنيس جلسات الناس، يعني بحيث حتى انه السياسيين العراقيين اطلقوا عليه انه خمرة الثوار، في حين اطلقوا عليه الاخرين خمرة الكادحين. ويعني حتى تناولت الاغاني العراقية وهي مثلا خدر الشاي خدري لسليمة مراد. علاقة العراقيين بالشاي علاقة عشق لا تنقطع، فهو صديق دائم لأغلب المجالس العراقية حزينة كانت أو سعيدة، كما أن فصول العام المختلفة لم تمنعه من أن يكون حاضرا في كل بيت عراقي. علي العتابي، الحرة، ذي قار.